شغل كي نتفكروا هكا نبكي نقول يا الحمد لله يا ربي لانه ربي رحيم يرحمنا رحمني شغل ما قتلني ما قبضليش روحي في ديك الدقيقه. انا ماشي في عشيه وضحاها لبست حجاب والجلباب وخلاص، لا لا جهت نفسي. واول من كان انتقاد من منتقدين ليا هي ماما اللي كانت دائما تنتقدني، ايه تبسي جلباب تولي كبيره، انا ما تخرجيش معايا تباني كبيره عليا. نقولها لا لا ماما نورمال، تقول لي كي لابسه حجابك بس ما تلبسيش الجلباب، كي لابسه صويل وخيمه وخلاص وسيتو. لا لا هذاك مش حجاب، هذاك مش حجاب اللي وصلنا عليه ربي سبحانه، بس كنتي غميتي روحك. ديننا ما يغمناش، ديننا بين لنا الطريق، طال لنا دار لنا الطريق المستقيم. اول مره كي جيت للجامعه اول مره في حياتي جميله شفت دمعت بابا كما ذاك النهار، قال لي بنتي راكي حال الجامعه وقادر ياثروا فيك وقادر وقادر. بصح قلت له بابا مادام انت راكده فيا ثقه تامه، مادام انت راكده فيا ثقه تامه شغل ما نقدرش نخون هذيك الثقه تاعك، باسكو صعيبه انه تشوفي دمعه باباك ودمعه يماك وصعيبة بزاف، باسكو ياما بنات شفتهم وعرفتهم دمع شفت. ياما بنات شفتهم وعرفتهم كانوا طريق الله وكانوا صح، وراني نشوفهم كانوا يعني في مرتبة أولى من العفاف وكامل، ولكن كي جاوا للحرم الجامعي يقول لك أنني بعيدة على دارنا، راني مش دارنا مش يشوفوا فيا، نتبرج نديها سهرات وكامل وكامل.